اختلف العلماء في من ترك ركنا من أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال بعض العلماء: إن من ترك ركنا من هذه الأركان فإنه كافر. وقال البعض، وهو الراجح، أن من تركها لا يكفر إلا إذا ترك الشهادتين أو الصلاة. والدليل حديث عبد الله بن شقيق عند الترمذي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وذلك إذا تركت هذه الأركان تهاونا، أما إذا تركت جحدا فإنه يكفر، لأنه كذب الله عز وجل الذي أوجب الحج والصيام والزكاة، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كذب إجماع الأمة.